أكثر من 700,000 مترشح كانوا على موعد مع اجتياز امتحانات البكالوريا دورة جوان 2022. فمنذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم توافد المترشحون على مراكز الامتحان، وكلهم تركيز مرفقين بأوليائهم الذين قدموا لهم الدعم المعنوي قبل انطلاق الامتحان. قرينا عام كومبلي، إن شاء الله نخدمه وإن شاء الله يجي ساهل، إن شاء الله نفرح والدينا واللي فيها خير نجبع ربي إن شاء الله. نبتحمسي شوية في سك عربية إن شاء الله تكون سهلة، يعني بس كراجعنا عام كومبلي وحنا نقرأ سينغما تكون سهلة إن شاء الله، بس ما حيش قلنا عبسة يعني خارجة من مواضيعنا، ربي يوفقنا قاعدتك إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى وتوفق لكل تلاميذ، إن شاء الله ربي يوفقهم ينجحهم، وإن شاء الله المجهود تاع العام قاع اللي بدلوه يكللوه بالنجاح إن شاء الله يا ربي. وللمرة الثالثة على التوالي يجى امتحان البكالوريا وسط ظروف استثنائية باعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19، كما تم توفير كل الوسائل اللازمة لضمان السير الحسن للامتحانات. كل الترتيبات راهي كما تشوفوا، أول نبدأها بالتأطير، التأطير بالنسبة للحراس، بالنسبة للتلاميذ، وأيضا هناك تنفيذ البروتوكول الصحي لأن ما زلنا ننفذه على مستوى المؤسسة التربوية ما دام اللجنة العلمية التي تتابع الكوفيد لم ترفع بعد هذه الإجراءات وهذه يعني كل الإجراءات لازم نوضعوها في مستوى المؤسسة التربوية. ضيف إلى ذلك هناك إذن من يرافقنا، عدة مقاييس ترافقنا في هذه العملية. ولضمان سلامة وأمن المترشحين والمؤطرين تم وضع مخطط أمن شامل لتسهيل الحركة المرورية عبر الطرق والمحاور المؤدية إلى مراكز الامتحان.